السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا جماعة في قناة الحياة اليوم. إن شاء الله النهاردة هنعمل فيديو بسيط هنشرح فيه عملية الاحتراق الداخلي للسيارة ببساطة. ولكن قبل كده يا جماعة ياريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتدعمونا باللايك والشير عشان خاطر إن شاء الله يبقى فيه كل جديد معانا إن شاء الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. شرح عملية الاحتراق الداخلي داخل المحرك يا جماعة موضوع بسيط جدا وسهل، بيتم عن طريق 4 أشواط: المرحلة الأولى مرحلة السحب، المرحلة الثانية مرحلة الانضغاط، المرحلة الثالثة مرحلة الاحتراق، المرحلة الرابعة مرحلة الطرد. ومعانا صورة دلوقتي لميكانيزم بسيط بيبين ال4 أشواط اللي بتتم داخل المحرك. ببساطة ان هو بيتم عملية، اول حاجة رقم 1 عملية السحب، رقم 2 مرحلة الضغط او الانضغاط، رقم 3 عملية الاحتراق اللي بتتم داخلية طبعا عن طريق البوجيه او الانشكشن البوجيه السيارة اللي هو اللي بتعمل شرارة الاشتعال، رقم 4 الطرد بعد عملية الاحتراق دي الاكزوست ده بيتم طرده ايه خارج المحرك. بنخش اول حاجة بنعرف كده تعريف بسيط عن العناصر الرئيسية للمحرك في الشكل الموجود قدامنا ده، وبعد كده بنخش على الميكانيزم التاني ده بيبين ازاي بتتم عملية الاحتراق الداخلي من خلال 4 أشواط. اول حاجة عن رقم 1 اللي هي عملية السحب، وبعد كده الانضغاط، وبعد كده عملية الاشتعال رقم 3 اللي هو ايه الاحتراق، وبعد كده رقم 4 اللي هو الطرد بعد عملية الاحتراق. يبقى 1 اللي هو السحب، 2 اللي هو الانضغاط بيتم عملية الانضغاط، 3 بيتم عملية الاحتراق، 4 بيتم عملية الطرد بعد عملية الاحتراق. وبكده تم عملية الاحتراق الداخلي للمحرك بالنسبة للسيارة ببساطة. وفي بعد كده ميكانيزمات تانية برضو كده، ده برضو شكل تاني. وبعد كده في برضو شكل هنا تاني، يعني في أشكال مختلفة بتوضح الكلام ده. وهنا في برضو صورة توضيحية لعملية الحقن مع شرارة الاشتعال اللي هي البوجيه اللي بتتم فيها مرحلة الاحتراق اللي هي المرحلة الثالثة بعد عملية السحب والانضغاط. بيتم عملية اللي هي الباور الاحتراق، وبعد كده بيتم عملية الايه الطرد اللي هو الاكزوست. وده برضو شكل بيوضح لأجزاء المحرك. وكده يكون انتهى معانا الفيديو، ومتنسوش الاعجاب واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.